إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تيفي أينما كنتم داخل وخارج الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا في منطقة المدينة القديمة. لاحظوا معايا هاد المخلفات ديال هاد البناية اللي كانت هنا. لاحظوا يعني السلطات أو المسؤولين بصفة عامة تقريبا أزيد من أسبوعين وهاد الحجارة بهاد الشكل هذا. دابا غدا إن شاء الله غادي تبدا الدراسة. حنا دابا حاليا كنتواجدوا بالقرب من المدرسة، مؤسسة عمومية. الوليدات غدا بحول الله كما قلت غادي يدخلوا يقراوا. لاحظوا الخطورة اللي كاينة دابا حاليا. هاد السقف هذا لاحظوا معايا. الغريب في الامر، الغريب اللي اكبر او اكثر كوميديا كاينه هي هاد القضيه ديال الناس باقيين ساكنين هنا في هاد الزقاق او هاد الزنقه. لاحظوا معايا وعندهم الناس من ذوي الاحتياجات الخاصه، الناس مرضى اللي دابا الكروسه يعني كيضطروا كيهزوا. لاحظوا معايا كيضطروا كيهزوا الانسان بوحدو كيهزوه. لاحظوا معايا شوفوا هاد يعني كارثه. هادشي ما مفهومش، هادشي هذا بكل صراحه هادشي ما مفهومش. واش هادشي كيدار بالعين؟ يعني هادشي ما مفهومش بكل صراحه. الساكنه كما قلت لاحظوا الناس اللي بغات تدوز من هنا راه مشكله. الناس اللي بغات تدوز من هنا مشكله. هانتوما لاحظوا معايا واحد اللي بغى يدوز دابا بكروسه ما عندوش كيفاش يديروا. كاينه واحد السيده قال لك موسينا هنا ياك في كاينه اخويا فضه مسكينه يعني كتبغي تهود هاك اخويا خوتي المغاربه. نتمنى منكم الله يرحم والدين البارطاج باش توصل المسؤولين، لانه هذا الشيء راه عيب وعار. حنا ماشي ضد هذه المساله ديال الهدم، هذيك مساله اخرى. حنا كنتكلموا على هذه المخلفات اللي كيعانيوا منها الساكنين اللي باقيين ساكنين هنا. اذا بحال الانسان ساكن في روضه، وعندها الحرمه ديالها، السلام عليكم. المشكل راه كما شرحت شي دابا في الفيديو، تقريبا دابا هاد المنزل كان قايل في سقوط، فيه الهدم. مدة العمل تقريبا بداو بشي اسبوعين ولا شي اسبوع ونص. خلاونا دابا هذاك الحجر حيت غدا دابا كاينه القرايه. بما ان المديره شافت هذاك الشيء يمكن عيطت للسلطات حيدوا داك الشيء. هما حيدوا داك الشيء من الدرب وخلونا حنا هذا الشيء دابا في الدرب من الزنقه. وخلونا دابا هذا الشيء هنا في الدرب بحال هكذا. اضافه لذلك كاين الغبار، والغبار طلع لنا حتى للدار، وكاين الوليدات اللي عنده اللي ازماتيك. دابا شوف حوايجنا، انت دابا انا لفت لك حل كاع تغبرت. شوف انت دابا انت كيفاش تغبرتي. هضرنا معاهم ماشي مره ماشي جوج، وواحد كان مسؤول على هذا العمل هذا هو اللي كان جايب هذوك العمال. عطانا وعد بانه غيحيد داك الشيء وما حيدوش، وفي الصباح هضرنا معاه وما حيدوش. ايوا داك الشيء علاش قلت لي كاينه شي مره كبيره وكاينه كاينه مره كبيره هنا. الناس ديال بي ام اغ راه عندها عكاز، ما صابش كيفاش تطلع. وكانت عندها واحد صاحبتها جات بكروسه، هزيناها باش طلعت، انكم كلكم تحاولوا عليها. والزنقه مضيقه ما كاينش من دوز، ما كاينش يعني جوج الناس صعيب يهزوا واحد، خاصك واحد اربعه الناس باش يهزوا كروسه. اربعه الناس يهزوا واحد وباش تدوز من هنا صعيبه. راك انت دابا انت شتي حنا دابا اللي برجلينا الحمد لله وداك الشيء عطانا الله الصحه وما كنقدروش. دابا كي غدير دابا تما؟ يلاه كي غدير؟ انتم لاحظوا راه باش نوريك هنا الدروج كله غبره الدروج هنا من هنا حتى للفوق. وهاد الناس حتى هما عندهم حتى هما راه كيعانيو. دابا فراشنا كامل غبره، الفراش كامل كلشي غبره. واخا واش درتوا الاجراءات؟ تواصلتوا مع السلطات؟ شنو درتوا دابا؟ حيت دابا هما دابا راك عارف دابا الويكاند حيدوا داك الشيء السبت. لا انتم دابا قلتوا لي هاد الشيء راه منذ اسبوعين. لا دابا اسبوعين ديال العمل ماشي ديال الحجره، ديما ماشي ديال الحجره. دابا هما فاش حيدوا داك الشيء هاد اليومين خلاو لنا داك الشيء تما.
واش فهمتي اش بغيت نقول لك؟ اذا دابا الاشغال كانت مده اسبوعين ولكن العود اللي واش كان فيها الهدم ولا لا؟ كان فيها الهدم ولكن هذاك العود اللي كان مكالي هذاك الهدم حيدوه البارح. دابا قول لي الحجر كان مكالي بالعود. كان مكالي بالعود. هكذا. اذا ملي حيد العود داكشي طاح الارض. طاح الارض كامل وطاح حتى هادشي هذا كامل. حيدوا داكشي اللي حدا المدرسه. وخلوا هادشي اللي في الزنقه. وخلوا هادشي اللي في الزنقه. اذا دابا على هاد الحساب هذا غتنتظروا ربما حتى لانه غدا كتبدا الخدمه. دابا راه هادشي من دابا حنا راه ماشينا شو عيطنا على القناه ديال شوف تيكي راه عطونا عطانا وعد عطانا وعد هو السيد عطانا وعد. هذاك السيد الرئيس ديالهم ولا شنو هو الشيف ديالهم عطانا وعد على الاقل يعطيناها كلمه يقول لنا الاثنين حنا ما نديروا الاجراءات لو نصبروا ولكن هو عطانا وعد قال لك السبت عاوتاني الحد كان في الصباح يعني قال لكم السبت غنحيدوا هذا السبت قال لي غنحيد هذا الشيء السبت وقال لي وجا وتلاقينا معاه في الصباح اليوم جاب واحد السيد واحد العامل واش دابا عامل واحد غيحيد هذا الشيء بالا راه ما يمكنش غيحيد واحد عامل واحد هذا الشيء بالا بقى مضارب معاه صافي وصلت 12 ويخلي هذا الشيء بحال هكا اما هذا الشيء راه كان اكثر من هذا الشيء راه كثار من هكذا راه كان نص تقريبا يعني ما فهمتش كيفاش كنتو كدوزو ملي كان وراه دابا انت راه راك الشيء حنا كلشي على عينيك راه مادام عيط شنو المطالب ديالنا؟ والمطالب ديالنا مطالب عادية حيد لنا خويا من الطريق حنا إلا كانت هاد الدار أي إلا سقوطوا فيها الهدم الله يعاونهم يهدموها حنا ما عندناش مشكل داكشي ديال السلطات ولكن يديروا طريق الناس يديروا طريق الناس راه كاين دراري صغار خصهم يدوزوا كاين دراري كبار حتى هما صحاب بيماغ العكاز خصهم يدوزوا واحد عنده كروسه خصو يدوز واحد راجل كبير خصو يدوز راه ماشي معقول هادشي راه ماشي هو دار خدمته لهيه هو يجي منا حنا ودابا الدراري هما غيبداو غدا المدرسه وما كالاوش هذاك الشيء خطوره ولكن خطوره راك شتيها راه وما كالاوش هذاك الشيء ما داروش زعما شي ابياج شي ما كالاو به ولا شي حاجه الصغار ما عارفين والو ما عارف والو غيبقى يلعب تما واحد غيدفع على الاخر طيح عليه على حجره راسه راه ما كاينش اللي عقل عليه ما كيعرفش الخطوره وعاوتاني في ظل واحد النقطه واحده اخرى مرحبا فاش كانوا الاشغال نهار الاول تخيل نهار الاول جابوا ثلاثه العمال عندهم 14 عام 15 عام ولاد الدرب واش دابا ثلاثه العمال اطفال واش غير يجيبوا الكبار واش هادو كيتسطاو على الوقت هادو راه جيبوا الناس اللي عندهم خبره الناس اللي عندهم خبره في الدومين اللي هما غيطيحوا الدار ماشي جايبين ثلاثه حتى هضرنا معاهم هذا جدروا على الدري الصغار اذا كاين عشوائيه في العمل ما كاينش تقنين ما كاينش كاين عشوائيه اي واحد كيجي كيخدم كيجيبوا مواقفيه كيخدموا يعني ما كيجيبوش الناس ديال الاختصاص راه كاين الريسك راه ارواح الناس واش غتلعب بارواح الناس انا داكشي ما مفهومش داكشي ما مفهومش دابا غدا ان شاء الله حنا راه اضافه اللي شوف التيفي راه صورنا هادشي غنمشيو عند القيد باش يكون داكشي قانوني غنمشيو ان شاء الله عند القيد غدا في الصباح حيت جات مع الويكاند وغنديروا ليه الشكايه ديالنا وكنتمناو حتى هو يدير لنا حل لي جزاه بالخير. مرحبا. اذا مشاهدين شوف تيفي كيف ما شفتوا معنا حاليا الكلام اللي تكلمنا عليه واللي قال السيد هو هذا غادي نعاود نلخصوا لكم هاد البنايه السكنيه تم الهدم ديالها بدعوى انه ايلى السقوط بطبيعه الحال هذه مساله اخرى ما غاديش نتكلموا فيها دابا حاليا لانه الموضوع اللي عندنا ماشي هو هذا الموضوع اللي احنا من اجله جينا لهنا عند الساكنه هنا وانه هذا العود اللي كتشوفوا معنا دابا حاليا فنفس الطريقه باش محطوط وباش موضوع هذا العود هذا هي الطريقه اللي كانت في الخارجه ديال الزنقه اللي وريناكم في اول الفيديو ولكن بحكم انه غدا كاينه المدرسه فمن خلال على حسب القول ديالو ربما كان اتصال من شي طرف او ذاك الله اعلم ما غاديش نحكموا على هذا الشيء هذا او نجزموا بهذه المساله هذه اللي ما عندناش عليها معلومه صحيحه غادي نتكلموا على انه كان نفس الطريقه ديال العود دعامات كما كنقولوا الدعامات كانوا بهذه الطريقه في الجهه اللي برا الجهه المقابله للزنقه فكما قلت غدا المدرسه تحيدوا ذوك الدعامات تحيد ذاك العود عطانا هاد الشكل هذا دابا لاحظوا معايا عطانا هاد الشكل هذا انتم لاحظوا ونعاود نعطيكم الصوره ديال البنايه الى سمحتوا لي وبقيتوا معايا لاحظوا معايا لاحظوا معايا كما قلت عطانا هاد الصوره هادي بهذا الشكل هذا لاحظوا كانوا هنا الدعامات هذه مؤسسة عمومية ها هي الصورة ديال الأولانية كيف كان هي هذه هذا الشيء اللي قلنا كان بهذا الشكل إذا هذا هو الشكل اللي كان عليه كانت الدعامات هنا تحيدوا بحكم أن الوليدات غيقراو غدا إن شاء الله ولكن لاحظوا معايا
هاد الركام او هاد النفايات الهامده دابا اللي كتسمى نفايات هامده او المخلفات ديال هاد الهدم هذا ها هي بقات هنا. اذا كاينه خطوره على الوليدات الصغار لانه الوليدات اللي كيقراو هنا فهما وليدات ديال الابتدائي. كنتكلموا على واحد الوليدات ديال 6 سنوات 7 سنوات الى 9 سنوات او 10 سنوات على الاكثر كما كنقولوا 10 سنوات. اذا هاد الوليدات كلهم باقيين صغار ما غاديش يعرفوا حجم ديال الخطوره. لاحظوا مثلا غنعطيكم واحد غادي نعطيكم واحد الصوره مقربه. لاحظوا واحد الخطوره دابا كاينه هنا انتم دابا على المباشر انتم لاحظوا معايا هاد الياجوره اللي واقفه هنا دابا بالله عليكم شوفوا دابا الياجوره فين محطوطه هاي شوفوا معايا اخوتي المغاربه هاي هاد الياجوره هاي شوفوا معايا هاد الياجوره الله يرحم الوالدين هادي ياجوره شوف شادينا غير الخيوط لاحظوا شادينا الخيوط هادي هاي على المباشر هاي انتبهت لها غير دابا انا هاي ياجوره فوق الخيوط تخيلوا معايا دابا وليد صغير كيقرا مسكين في الابتدائي ما عارف والو كما كنقول ما عارفش حجم ديال الخطوره اللي كاينه غادي يجي يوقف هنا كيلعب هو وصاحبه او البنيه او لا كيلعبوا هنا غادي طيح عليه هذيك الحجره دابا تخيلوا معايا لا قدر الله نتمنى ما توقعش الوليدات المسلمين كاملين ولكن كنتكلموا على شي حاجه اللي هي شر لا بد منه كما كنقولوا او شر خاص يتم الازاله ديالو هذا هو الاشكال اللي كاين علاش قلنا راه يجب التعامل بشكل جدي وباهتمام مع هاد المخلفات اللي كاينه هنا بالقرب من هاد المؤسسه العموميه وكذلك حتى هاد المخلفات اللي كاينه في هاد الزنقه اللي شفتوا معايا راه كاينين ساكنه هنا راه تقريبا عندنا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته عندنا شي سته ديال الديور اللي كاينين هنا هاد السته ديال الديور راه فيهم ساكنه فيهم عجائز فيهم وليدات صغيورين فيهم فهمتي الانسان كما كنقولوا مريض كنتمناو انه السلطات والمسؤولين هنا يتعاملوا مع هذا الموقف كما بكل جديه هذا هو الشيء اللي كاين اذا حتى لهنا غادي ننهي البث المباشر غادي نقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعه القاكم في بث مباشر اخر الى اللقاء.